بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث النسيان. اليوم نحن وأنتم في الحلقة والمحطة الأخيرة من برنامج حيث الإنسان، وسنقدم لكم في هذه الحلقة من على شاشة بلقيس والتي التقينا بكم خلال 30 ليلة من ليالي شهر رمضان، وأيضا استمعتم إلينا عبر تردد الفيلم الخاص بقناة بلقيس في بعض المدن اليمنية. سنقدم لكم الليلة قصة مختلفة تمثل تجسيدا كاملا لحكاية كفاح اليمنيين ونضالهم من أجل الحياة. بطل هذه الحلقة هو طارق الغواص من مدينة البريقة في عدن. دعونا نشاهد معا تفاصيل قصته الملهمة ونتشارك تفاصيلها بعد ذلك. الذين اعتادوا حياة البحر وخيراته يصعب عليهم تركه، وعندما يخرجون إلى البر لا يجدون أي عمل آخر غير أعمال لها صلة بالبحر. وخلال السنوات الأخيرة أجبر الكثير من الصيادين والغواصين في اليمن على ترك البحر، وعادوا يبحثون عن رزقهم بعيدا عنه، لكن معظمهم واجه صعوبات عديدة جعلته ينتظر لحظة العودة إلى حياته السابقة. بطلنا اليوم أجبر على ترك ما يحبه ولأكثر من 15 سنة، وهو يحلم بيوم العودة 15 سنة. ورغم أن البحر كان سبباً في أكبر حدث غير حياته، إلا أنه ظل متمسكاً بحلمه الأول. نحن الآن، نحن وأنتم، في مهمة إعادته إلى عالمه القديم، إلى شغفه وحب طفولته. فهل سنتمكن من ذلك؟ نتابع. يعرفونه جيداً، وخلال سنوات البقاء في البيت سرت كثير من الأقاويل حول ما حدث له في رحلته البحرية قبل 15 سنة. لقد توقعوا ألا يروا طارق مجدداً في الحي الذي نشأ فيه، لكنه خرج إليهم وقد تغيرت طريقة حياته وأسلوب تنقلاته. كان قد فقد القدرة على السير والوقوف، لكنه لم يفقد ابتسامته وروحه المشهود بها في الحي. طارق عبد الملك، أحد المعروفين بغواصي الليل في عدن، عرف أعماق البحر بينما كان لا يزال طفلاً.
في البريقة الواقعة غرب مدينة عدن، ظل الغوص هواية يذهب إليها الصغار قبل أن تحدد قدراتهم من يستمر في الإبحار ومن يبقى رهين الساحل. ساعده أصدقاؤه للخروج ومغادرة المنزل وتجاوز الحادث الذي صاحبه سنوات طويلة. ساعدته وسيلة المواصلات التي حصل عليها على الذهاب إلى البحر، ومحاولة تذكر ما حدث والاحتفاظ بتلك الأيام الجميلة. الجلسة في البيت والله أثرت علي شيء كثير، يعني سبحان الله ما تقص تخرج يعني والف، أنا ما أقدر أدخل البيت، أنا 24 ساعة يعني حتى البيت لما يجي يعرفوا إني أجيت، الوالدة حقي والوالد يدخل المغسالة يشوفوا ثيابي معلقة حق البحر، هو طار أروح الساعة 2 الساعة 3 في الليل، خلاص حقنا الليل كله يقول روح، والله طار أروح من البحر خلاص. تصور واحد فترة يقيدة يعني تغيت، بس حنقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ونؤمن بالقدر خيره وشره، الحمد لله وكل على كل شيء. ما نعمة من الله هذه، برضو الجلسة هذه ابتلاء من الله، يعني مشينا وسعينا وبعد الدنيا هذه الله يعطيك راحة في البيت، قلنا نرتاح الحمد لله سبحان الله، ما يعني فراغ صح قسيت تمل بعد اوقات هكذا، لكن بس الملل يروح عندما تعطيك الوالدة كلمة طيبة، يعني امك تقص جنبك وخلاص تحس يعني نعمة الام خاصة الام. يعني جزاء الله خير، يعني ما فارقتناش قبل 24 ساعة الام والاب، يعني سبحان الله جزاء الله خير، يعني ما تقدرش تجزيهم. حبيت القوس طبعا لان امامنا بحر ومن خلفنا بحر، من جميع الجهات هنا في منطقه البريقه فيها بحار جميله جدا. تعلمت القوس وانا صغير، يمكن عمري من 14 13 سنه بدات، اول كان سباحه 13 و14 بدات القوس. مده القوس لي فتره يمكن ما يقارب 22 ل 23 سنه، قصت في منطقه البريقه يعني كامل، يعني الحمد لله قصنا البريقه هذه، خيسه، عمران، فقم، قور، عميره، رحت من جميع مناطق. اشتهرنا بقواسة الليل، أول ما غصنا منطقة البريقة، أول ما غصوا شباب الليل أو منطقة البريقة، بتوفير لنا معدات غوص سراقات بحر. بعدها غصنا ليل، الأسماك ما شاء الله كان عندما تغوص ليل يختلف عن النهار، يعني بتجيب إنتاج أكثر من النهار. الليل في الإضاءة هذا تشل حركة الأسماك وتقدر تمسك السمك بإيدك. اتجهنا إلى عبد الكوري، استمرينا فيها سبحان الله، وجدنا كمية خيار الحمد لله. وفي الأيام بعد مرور يمكن أسبوعين أو ثلاثة، يمكن ثلاثة ما يقارب أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، نزلنا نغوص مثل العادة، بس كنت أشعر بالتعب والإرهاق، نسى قواصة حقنا كلها تقول كرور، يعني كل واحد تخلص دبة جيب الدبة الثاني. عندما نزلت في الأخير آخر دبة يعني نزلت حسيت بالتعب والإرهاق، حسيت أن شيء متعب. طلعت أحد الأصدقاء قال لي شوف والله الحزام النظارة حقي سقطت، والثاني قال حقي السير شوفوا معك يا طارق هذا معك الدبة، قلت لهم خلاص أنا بنزل حد ينزل. نزلت حصلت الحزام حق الأثقال هذا شلته معي، كنت أبحث عن النظارة بس حسيت بإرهاق كثير، يعني تعبت زدت تعبان كذا، ما قدرت حتى أطلع من الحزام الأثقال هذا، قلت به طلعت مباشرة فوق القارب، صيحت العيال هم كانوا بعيد مني، طلعت فوق القارب يعني شيء طبيعي بس أحس بالإرهاق صعوبة التنفس. عندما سعت القارب جلست فوق القارب شعرت بالرجل اليمين كالذر يعني تمشي فيها، قالت يا ميعاد تحرك، قال لي مالك، قلت تجيب الرجل اليمين اشتلت، ما صدقوا العيال، قال لي طارق مالك، قلت له والله اشتل العيال. شوية رجعت لليسار شوية حسيتني بصوت، قالت يا قلا هرب لي الحزامات اللي فوق هذا، وتمدت على القارية الخشبة اللي هذا خلاص زي الشلل الرباعي، يعني ما اليد هذه حركة بس ما اقدر اسيطر عليها. فاتجهنا بعدها خرجونا الى جزيره عبد الكوري، وكان من اكثر المتاثرين، يعني الشباب كلهم متاثرين. في تلك اللحظه اصيب طارق بما يعرف بداء الغواص، وهو ناتج عن الصعود السريع الى السطح نظرا لنفاذ كميه الاكسجين. أول ما دربت على الغوص دربت كنا أول نسبح، بعدها تعلمنا
شفت الأصدقاء يغوصوا من معي من الأصدقاء وضربوا صيد بندق بحر، قالت باقي الرب حبة حبة لما استمريت، والحمد لله بدأت اشتهر بالغوص. أنا دخلت منطقة بريغة خاصة اشتهرنا بغواصة الليل. بعدها قسيت فترة ذهبت أبحث عن معهد الغوص، عندنا في اليمن ما يتواجد مع داخل عدن بشكل كامل، ما يتواجد مع معهد غوص، بس حصلت صديق لي أعطانا منشور في فندق عدن. رحنا دخلنا مرة فندق عدن معانا مباراة سباق سباحة تبع نادي الشعور الرياضي، فحصلت منشور على الغوص هذا المدرب هناك، فدرست عندهم هنا غواصة، تعلمت الغوص عندهم هناك، وقت يعني حاجات رائعة جدا، يعني أشياء كثيرة تعلم فيها. كان قد حصل طارق على شهادة دولية في الغوص، وتلك هي ما حولته من الهواية إلى الاحتراف، وجعلته رفيقاً دائماً للبحار القريبة والبعيدة. حصل مجدداً على إذن المدرب بالعودة إلى البحر، رغم أنه ظل معتقداً أن نصف جسد لا يكفي لملاحقة الرزق في جوف اليم. تحتاج عودة طارق ليس فقط إلى إجازة المدرب، بل إلى توفير إمكانيات دقيقة لا تسمح بتكرار ما حدث ذلك اليوم. إنه الآن في طريقه إلى حلمه القديم، متجاهلاً نصفه الغير قادر على الحركة، ولا يعلم شيئاً عما تم إعداده لهذه العودة المنتظرة. كل شيء جاهز، إرادة طارق وأدوات وفرها حيث الإنسان، ومراقب غوص ورحلة بحرية من خلالها يعود إلى ماضيه المشرق. لا والله هذا كثير. أنا عندما اتصل أحد الأخوة من قناة بلقيس قال لي عندنا نشي مقابلة، قلت له أوكي بس ما توقع إنه في دعم. أنا جيت مشان مقابلة مشان هذه ليست أولى رحلات العودة، فقد سبق له أن أبحر مجدداً، لكنها الرحلة المزودة بكل ما يحتاجه غواص، فقد نصف جسده في البحر، وكاد أن يفقد حلم العودة. سبحان الله، هذه الغارة والمكينة كأنها فتحت لك، كأنه واحد يقول لك اتصل بك ويقول لك هذه وظيفة، كأنها وظيفة عندك هذه، خلاص البحر عندنا سبحان الله، أبناء منطقة خاصة منطقة السواحل وضيفتهم كله بحر على الموسم، يوم اصطاد بنجيز، يوم اصطاد هوملان، يوم اصطاد سبحان الله، هذه كأنه أجد فرصة عمل، فيزة عمل، كأنه حصلتها فيزة عمل لي هذه. هيك
يعرف غواص البريقة هذه الأماكن، سطحها وما تخفيه. لقد ألقى نظرة على كل ما تحويه من شعاب البريقة المرجانية المهددة بالزوال. عرف أيضاً تقلبات الحياة التي تدور بالأسفل. لم تكن الحدود تعنيه كثيراً، أبحر إلى خارج الحدود وتلمس الفارق بين البحار. يغير وجود الأدوات والقارب الآمن من رحلة طارق، إنه الآن يتواجد في مكان سبق له أن أخافه، لكنه الآن يشعر بأمان أكثر. ترافقه ساعات التوقيت وأجهزة النجاة وأدوات التنبيه التي تنذره باقتراب الخطر وتغيير مساره في الغوص. يعود بحصيلة رحلته البحرية وقد استرد جزءاً من ماضيه ومن حياته التي فقدها في حادث آن له أن ينساه ويجتاز ما خلفه في واقعه وبدنه. ربما نحن متفقين كثير من المشاهدين والمتابعين لبرنامج حيث الإنسان أنه أكثر اللحظات تأثير هي لحظة فتح الضرب. قال طارق: لا والله هذا كثير، مش كثير عليك يا طارق، هذا شيء بسيط ويسير. من برنامج حيث الإنسان حاولنا من خلاله أن نكون معك في هذه القصة. زملائي في الإعداد وضعوا عنوان لهذه الحلقة: غواص بنصف الجسد. طارق صحيح غواص بنصف الجسد، لكنه بروح كاملة، بإرادة وعزيمة وتحدي كامل بطاعته لأهله. سمعنا ماذا قال عن أبيهم يعني وكيف تكلم وتذكرهم. بنظرات طارق تعرف وتدرك أنه الإنسان كيف يحب الشغف. إذا كان لديه شغف في الحياة بشيء، تلمس ذلك من عيون طارق. بعد 15 سنة ما زالت لديه ربما نفس الرغبة والشغف والإصرار والتحدي رغم كل ما مر به طارق. شيء آخر ونحن نتابع هذه القصة، هناك إبداع في التصوير والمونتاج، ربما الصورة، وهذا يحسب للزملاء في برنامج حيث الإنسان، لكن تدرك كم هي جميلة بلادنا يعني، وأنت تشاهد السماء والبحر. هذه اليمن يعني، هذه بلادنا الجميلة التي ربما أي واحد يشاهد اليوم هذه القصة قد يتأثر كثيرا من قصة طارق، لكن أيضا نتأثر ونزعل كثيرا على بلدنا هذا الجميل ذو الموقع المهم، والذي اليوم ربما أصبح أهله يعني الكل يدرك. لا مش ضروري عدد أتكلم أنا وأقول تفاصيل هذه القصة الملهمة. ستكون فقرة المسابقة الأخيرة في هذه الحلقة، كل الأسئلة والأجوبة ستكون عن هذه القصة، وسنحاول الليلة أن نتيح أكبر كم من الوقت لاستقبال اتصالاتكم حتى يفوز معنا أكبر عدد من المشاركين في آخر حلقة من برنامج حيث الإنسان. شكرا لك يا طارق. لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير، من معنا؟ انت بخير، حياك الله السلام. من معي؟ معك رامي عبد القادر احمد عبد المعوض. رامي عبد القادر احمد عبد المعوض تعز. حياك يا رامي من تعز، عيد مبارك يا رامي. علينا وعليك يا عم انت بخير. رامي، ايش كان اسم بطل قصة اليوم؟ اه
طارق عبد الملك الغواص. الغواص طارق عبد الملك، مبروك لك 50,000 ريال، شكرا لك. رامي، رامي تحياتي يا رامي، مبروك لك. الو، اتصال اخر. الو، السلام عليكم. الو، طيب فقط اود ان اذكر، البعض يقول هناك مشكله في الاتصال، نحن نحاول استقبال اتصالات على يعني على قدر المستطاع والممكن بالنسبه لنا في القناه، ودائما يحصل تبديل في الارقام لانه يحصل ضغط، ويعني حاولنا ايجاد كل الحلول والمبررات حتى تكونوا معنا للمشاركه اكثر في المسابقه. لدينا اتصال. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عبد الكريم علي محمد. عبد الكريم، حياك عبد الكريم، عيد مبارك، كل عام بخير. الله يحييك وانت بخير ان شاء الله، صحه وعافيه الجميع ان شاء الله. من فين عبد الكريم؟ من عدن. تابعت القصه؟ ايوه تابعتها. ايش اللي اثر فيك في قصه طارق؟ اثر فيا عندما اتكلم عن امه وابوه وانه ساعدوه، والحياه اللي يعني المعاناه التي عاناها، وانه كيف يعني لما رجع للبحر يعني وشعر بالفرحه والسعاده. طيب انت عبد الكريم، انت ابن مدينه بحر، انت ابن بحر يعني في مدينه فيها بحر، هل البحر يستحق كل هذا المغامره والاصرار والتحدي، انه يستحق كل هذا الحب؟ بالضبط يستحق، لان البحر عباره عن حياه، هو الذي يعني يهبك الحياه. تمام عبد الكريم، سؤالي لك، ما اسم يعني انت بتعرف اكيد هذا السؤال، المديريه اللي يعيش فيها طارق؟ البريقه. وانت من فين؟ من يعني من البريقه برضه، بنفس المديريه نعيش. ها انت من نفس المديريه؟ ايوه. مبروك لك 50,000 ريال، اجابتك صحيحه طارق. عبد الكريم، الله يبارك عليك ويحفظك ربنا ان شاء الله، جزاك الله خير. اتصال اخر. الو، الو، السلام عليكم. عيد مبارك يا حبيب، من معنا؟ من؟ بشار سعيد مرشد. بشار مرشد، من فين يا بشار؟ بسام سعيد مرشد. بسام؟ ايوه. بسام من فين؟ من فراس. من انت تتصل؟ بسام سعيد مرشد من صنعاء. من صنعاء، طيب يا بسام اسمعني من التليفون علشان ما يتاخرش التواصل بيني وبينك، عشان الصدى، اسمعني من التليفون لو سمحت. من صنعاء. طيب اسمعني من التليفون، وطي صوت التلفزيون علشان التأخير في الصوت. طيب بسام، بسام، ما هو أفضل الأوقات التي كان يفضل طارق وزملائه أن يغوصوا فيها؟ إيش كان أفضل وقت لهم؟ الليل. بالليل، وإجابة صحيحة، الغوص في الليل. الغوص في الليل وإجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. شكرا لك. اتصال اخر. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعيد مبارك، كل عام وانتم بخير، من معنا؟ علينا وعليكم ان شاء الله. من معنا؟ عبد الله من عدن. عبد الله محمد. عبد الله، كم عمرك يا عبد الله؟ 17 سنه. كم؟ 17 سنه. 17 سنه. تحب البحر يا عبد الله؟ تحب البحر؟ اكيد. ايش ايش صراحه ما سمعناش القصه، عندنا رياح وامطار. ما سمعتمش القصه خالص؟ ايوه، لان الكهرباء طفوا علينا، وحتى الراديو ما سمعناهاش من الرياح. طيب يعني لو سالتك الان سؤال ما بتعرفش تجاوب. ايوه، نحن سمعنا حق امس واول امس. طيب اذكر لي قصتين من البرنامج كانت في عدن. في عدن؟ ايوه. دار المعنفات. المعنفات، تمام. كريتر عدن. كريتر، ايوه. الثانية، ايش القصة الثانية اللي كانت من عدن؟ قصة من؟ والله ما ادري، قصة في عدن. تغير سؤال.
هذا من عدن. اللي حق المعنفات. أيوة المعنفات. طيب اذكر لي قصة من حضرموت. حقتها اسمها أم محمد. أم محمد إيش عمل لها إيش كانت قصتها أم محمد؟ أم محمد معها 10 أولاد وكانت تعمل بال اسمها أعمال يدوية. يا سلام عليك، مبروك لك يا عبد الله، مبروك لك 50,000 ريال إجابتك صحيحة، مبروك لك. الله يبارك فيك. يلا شكرا لكم. شكرا. اتصال آخر. طيب اتصلوا نروح القراءة عادي. ألو. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. مرحبا. نعم. أهلا وسهلا، من معنا؟ عيد مبارك علينا وعليك إن شاء الله. خالد عبد الكريم. من خالد؟ خالد عبد الكريم من أي محافظة؟ نعم معك خالد عبد الكريم، محافظة صنعاء. من صنعاء. طيب وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التلفون. حاضر إن شاء الله. إن شاء الله. ناوي أنت على 50,000 مصروف عيد يا خالد ولا كيف؟ ها؟ أقول لك ناوي تفوز معنا اليوم؟ إن شاء الله بإذن الله نفوز. تابعت القصة؟ إن شاء الله تابعنا. طيب. مش كلها طبعاً لكن تابعنا جزء منها إن شاء الله. طيب طارق لما كان عمر كم كان عمر طارق لما بدي يتعلم السباحة والغوص؟ كان عمره 13 سنة تقريبا، استمر 35 سنة هيك. 13 ولا 14؟ يعني 13 ولما تعلم الغوص 14، بدأ الغوص في 13 سنة، تعلم عمره 14 سنة. يعني بدي يتعلم عمره 13 وبعدين عمره 14 قد كان تمام، صح؟ أيوة. يعني الآن شيء إجابة منك يا خالد الآن، يلا 13 ولا 14؟ يعني أنت قول لي كذا رقم. 14 سنة تعلم الغوص. عمره 13. تمام. عمره في سنة 13 14 صح يا شباب؟ 14 سنة تعلم الغوص. أيوة السباحة وعمره 13 والغوص عمره 14، ومبروك عليك 50,000 ريال يا صديقي. الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا لك، عيد مبارك كل عام وأنت بخير. طيب نروح للقرعة. وصلتنا عدد إجابات 36,267 عن سؤال أمس. كان السؤال يقول كم عدد مكائن الحياكة التي قدمت في حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة رقم 1 3 مكائن. مبروك لأول فائز معنا عن سؤال أمس صاحب الرقم. بسم الله بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7 3 6 1 9 6 5 9 5. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 7 3 6 1 9 6 5 9 5. مبروك للفائز الأول معنا عن سؤال أمس وجائزته 50,000. لدينا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك معتز. معتز اليوم أنا شي حاول أستقبل أكبر كم من الاتصالات. معتز من فين؟ من عدن. من عدن، حياك يا معتز. تابعت القصة؟ سلام. أيوة تابعت القصة. كم عمرك يا معتز؟ أنا عمري 15. 15؟ نعم. 15 عاما؟ نعم. نعم، أهلا بك يا معتز. معتز السؤال. بتعرف السؤال هذا أنت؟ إن شاء الله من عفله. طارق، طارق متى أصيب؟ متى حدثت له الإعاقة؟ متى حصل له الحادث؟ متى حصل الحادث؟ أيوه. طيب دينا لحظة. سهل، أنت بتعرف تجاوب ولا؟ سؤال. ها؟ عود سؤال. السؤال إيش؟ عود سؤال. أعيد السؤال. السؤال. يا معتز. أيوة نعم. أنت وين رحت الآن؟ من رحت تسأل؟ أنا سألت الوالد. رحت عند الوالد؟ سألت الوالد، كان يتابع الفيلم جنبي. وانت وين كنت اول؟ ارجع مكانك الاول، يلا ارجع. ايش من مكان؟ ما ينفع، ارجع المكان الاول اللي كنت فيه، ما رحت عند ابوك يساعدك، ممنوع الغش عندنا، ممنوع الغش. لا ابوي كان جنبي، ابوي كان. ايوه ارجع، ارجع مكانك الاول، يلا ممنوع الغش، ارجع. السؤال سهل. متى حصل له الحادث؟ كم عمرك انت؟ بتعرف. يلا.
15. 15 عاما، اجابه صحيحه، مبروك لك 50,000. الله يبارك فيك. يلا تحياتي للوالد. اجابه صحيحه وعمره نفع. يلا تمام. اتصال اخر. الو. الو. الو، السلام عليكم. الو. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله. عيد مبارك. الو. 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 ايوه. الو، السلام عليكم. ولا يهمك وليد الصمت، قل لي بيدك اليمنى اجري القرعه اذا تكرمت، ولا يهمك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك عبد الودود. عبد الودود، حياك يا عبد الودود، عيد مبارك كل عام وانت بخير يا عبد الودود. من فين؟ ان شاء الله من صنعاء. من صنعاء، عبد الودود. من صنعاء. تمام، السؤال. ايوه. السؤال لك، ما هو سبب الاعاقه ما هو سبب الاعاقه اللي حصلت لطارق تحت الماء؟ ايش الحادث اللي حصل له؟ الحادث اللي حصل له؟ ايوه. ايش؟ قد يكون ما متاكد يعني ايش اللي حصل له عندما غاص، يعني حصل له شلل بالرجع قد يمنع بسبب نقص الاكسجين. سبب نفاذ ايوه، بسبب نفاذ كميه الاكسجين وارهاق اثناء الغوص. وارهاق اثناء الغوص، ايوه. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000. كيف؟ شكرا جزيلا. الو. ايوه. مبروك لك 50,000. ايوه. الله يحفظك، شكرا لك استاذ. عفوا، وعيدك مبارك، كل عام وانت بخير، شكرا جزيلا لك. والتاخير هذا بسبب الصدى والصوت. طيب. اتصال. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معكم عادل. عارف من وين؟ عارف عادل. 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 ايوه. اهلا بك يا عادل. اهلا بك يا عادل. من فين عادل؟ معك معك. من ابين. من ابين، حياك يا عادل وحيا باهل ابين. طيب اسمح لي من التليفون يا عادل، والسؤال ايش اسم أيوة. الجزيرة اللي راح لطارق وزملائه عشان يغوصوا فيها للغوص فيها، ما اسم الجزيرة التي ذهب طارق ورفاقه للغوص فيها؟ ها عادل. جزيرة عبد الكوري. متأكد؟ أيوة. مبروك لك 50,000 ريال، إجابة صحيحة. يلا. شكرا لك يا عادل. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ معك هيثم الغابدي. هيثم الخالدي، حياك يا هيثم، من فين؟ هيثم الغافقي من زمان. هيثم الغافقي. وعليكم السلام. الغافقي. الغابدي. الغافقي من دمار. الغابدي من زمان. تمام يا هيثم. قد المخرج صيح فوق يقول لي معك هيثم. تمام هيثم. تمام هيثم. طيب اسمعني من التليفون يا هيثم. السؤال يا هيثم، البرنامج ايش قدم لطارق؟ ايش قدم له حيث الانسان لطارق؟ قدم له جارب وادوات غوص. ادوات غوص وايش كمان؟ وقارب. وقارب وايش؟ محرك. ادوات غوص وقارب. أيوة، أدوات غوص وقارب ومحرك. مكينة. مبروك لك 50,000 ريال، إجابتك صحيحة يا هيثم. شكرا لك. بس هيثم الغابري، عدل اسمعني، هيثم الغابري نعدل. طيب ادي لنا حروف. خلاص حروف كتبتوا صح يا شباب. خلاص اسمك صحيح عند الشباب في الكنترول، أهم شيء. ولا يهمك ومع الرقم تليفونك توصلك حوالتك لعندك عيدية. شكرا لك. يلا شكرا. يلا نحاول نستقبل اكبر كم من الاتصالات. اتصالوا القرعه يا شباب. قرعه. طيب نختار الفائز الثاني، ومبروك للفائز صاحب الرقم. ممن اختاروا رقم واحد لانه كانت الاجابه الصحيحه، مبروك للفائز صاحب الرقم 7778777528. مبروك للفائز الثاني معنا وجائزته 50,000. اتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ عمر.
عمر. عمر من أي محافظة؟ أنا من خور مكسر. من خور مكسر. خور مكسر في أبين صح؟ لا خور مكسر في عدن. ها لا لا. طيب ما لك شيء مركز مصحصح ها؟ طيب السؤال. السؤال كم عدد أبناء طارق الذين ظهروا معه في القصة؟ كم عددهم؟ اثنين ولد وبنت. ولد وبنت ما شاء الله عليك دقة الملاحظة عندك عالية وإجابتك صحيحة مبروك لك 50,000. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. طيب شباب كثير اللي بالفيسبوك يقول لك نحن بنشارك معكم في البث المباشر لكن ما في جوائز لنا. نشكركم على تفاعلكم معنا وتواصل لكن آلية المسابقة هي واضحة وربما في إمكانكم المشاركة فيها سواء بالاتصال أو بالرسائل الواتساب. شكرا شكرا. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم من معنا؟ معك علي طارق. علي يا علي حياك. من فين يا علي؟ من محافظة إب. من محافظة إب. كيف العيد معك يا علي؟ الحمد لله يا علي. نعم. تابعت القصة يا علي؟ أيوة. كم عمرك يا علي؟ 19. 19. 14 عام. 13. أيوة. تمام. السؤال ايش يلقبه طارق؟ ايش يسموه؟ بايش اشتهر من لقب؟ من اسم؟ انت تابعت القصة صح؟ ايوه. ايوه ايش كانوا يسموه؟ يعني هو في اسم او لقب يحبه كان يقوله انا يسموني ايش؟ الصياد نصف الجسد. ايش؟ الصياد نصف الجسد. ما سمعت الشناء. لا غواص بنصف جسد عنوان بس هو كان يقول انا كنت مشهور ان انا غواص. عرفت هو كان يحب الغوص في الليل يروح فيسمي نفسه يسموه غواص. ايش؟ غواص الليل. غواص الليل. مبروك لك اجاباتك صحيحه مبروك لك 50,000. يلا شكرا لك. يلا عفوا مبروك. اتصال. الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ وهيب حسن غالب النقيب. من؟ وهيب حسن غالب النقيب. وهيب النقيب. ايوه. من فين يا وهيب؟ من عدن. من عدن. حياك يا وهيب وحيا باهل عدن. يا حيا. السؤال لك. ايوه. تابعت انت قصص حيث الانسان؟ طول رمضان انا اتابعه والله اشارك لكن اليوم مسك معي الخط. طيب تمام. اذكر لي ثنتين قصص حصلن في عدن غطاهم برنامج حيث الانسان. ايش هن؟ دار المعنفات يوم امس. ايوه. وقصه حق حضرموت هذه تيما. لا هذا في حضرموت. تامي كانت في حضرموت في تريم. اذكر لي قصص في عدن. في عدن انا ذكرت حق دار المعنفات وهذه اليوم قصه طارق حق البريغه. واللهم صل على النبي. حاضر له حلقتين عدن. لانك قلت لي انا اتابعكم كذا خليتنا اشرح لك السؤال. انا اتابعكم بالجوال من داخل الصيدليه. من داخل الصيدليه؟ اليوم تابعتكم على الشاشه لان اليوم اخذت اجازه خلاص. ايوه الله يعينكم. انت مدام في الصيدليه كيف بتعملوا كيف بتشتغلوا كيف الظروف العمل الان مع انتشار الاوبئه كيف هذا؟ والله ضغوطات بشكل كبير جدا وخوف وهلع وما فيش التزامات حتى من الاشخاص بعض الاحيان. يعني على الله نحن عايشين على الله اليمنيين الان بس على الله والله. طيب السؤال خلص انت جاوبت اديت لك قصه بس انا بسالك سؤال ايضا من قصه اليوم. ايش كان سبب الاعاقه لطارق؟ ليش سبب الاعاقه؟ ايش اللي حصل له؟ نفاذ الأكسجين والطلوع المفاجئ من داخل البحر. يا سلام عليك. وهو يوصف
بداء الغواص. صدمة بداء الغواص. أيوة. مبروك لك 50,000 ريال يا دكتور. الله يبارك فيك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. ألو السلام عليكم. ألو. السلام. من معنا؟ سلام عين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ كيف عثمان. من يا شباب؟ أم عز من صنعاء. أم عز من صنعاء، حيا بك أم عز، عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. وأنت ألف خير إن شاء الله. أبو الغيث جبل الفروي يقول مشيش 50 بس يذكر اسمي. أها تمام. طيب عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير أم عز. والسؤال سؤالي لك، تابعت القصة؟ أيوة. طيب السؤال إيش اسمه، إيش اسمه بطل القصة؟ إيش اسمه البطل؟ طارق عبد الملك. طارق عبد الملك، إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 أم عز. يلا شكرا. يلا شكرا. نختار القرعة. والقرعة معنا الفائز الثالث. طيب ألو السلام عليكم. سلام. من معنا؟ عيد مبارك. فاطمة عبد الله عبدو. فاطمة عبد الله، من فين يا فاطمة؟ من عدن. من عدن، حياك يا فاطمة. تابعتي قصة اليوم؟ أيوة. طيب السؤال يا سؤال لك يا فاطمة، إيش اسم الجزيرة اللي راح الجزيرة؟ أيوة الجزيرة اللي راح لها طارق وأصحابه يغوصوا فيها، إيش اسمها؟ الجزيرة اللي راح لها طارق وأصحابه؟ أيوة. والله أنا يوسف، هذه بالبداية الكهرباء كانت طافية عني لبدأنا بنشوف القصة. طيب شفتم القصة من الأخير يعني؟ بالأخير مش زايد بصراحة، والله الكهرباء طافي. طيب إيش يعني بلي من بداية رمضان وأنا أحاول أتصل. طيب ايش اللي قدم له البرنامج لطارق اليوم؟ جبنا له قدم له البرنامج، ساعده بايش في الاخير؟ ما شفتها اليوم. ما شفتيش خالص؟ لاني دائما اقني اتابع الحلقات اللي من قبل. اليوم الكهرباء طافي واليوم مسك سبحان الله معي الخط. طيب بسالك بشكل سريع لانه ما عاد فيش معنا وقت، اذكري لي قصه من قصص البرنامج عجبتك. قصة من قصص البرنامج؟ أيوة اللي عجبتك من الزعيمة وابنتها. أيوة. والكيوبورد الناعم. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000، عيد مبارك كل عام وانت بخير. وانت بخير إن شاء الله. آخر متصلة معنا، ولنا أجري آخر قرعة واختار آخر فائز على الواتساب، ومبروك لصاحب الرقم، مبروك لآخر فائز معنا في برنامج حيث الإنسان. ياسر الباشا تحياتي لك. مبروك للفائز 7116341. مبروك إذا للفائز الأخير معنا عن سؤال واتساب والرقم 7116341. نذكر بشكل سريع بالأرقام الثلاثة الفائزة معنا في آخر حلقة من حيث الإنسان، والأرقام الثلاثة هي: مبروك للفائزين 7361965595، مبروك للسبعة سبعة سبعة ثمانية سبعة سبعة خمسة اثنين ثمانية 7116341. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى الختام، إلى ختام هذه الحلقة الأخيرة من برنامج حيث الإنسان. في الحقيقة هي مشاعر مختلطة، سعدنا جدا بالتواصل معكم في كل حلقة من حلقات حيث الإنسان، ضحكنا معا وأعتقد أننا أيضا تشاركنا الألم والدموع. الهم يخف عندما نتشاركه جميعا، والضحكة الصادقة دواء. في نهاية الموسم الثاني أحب أن أوجه الشكر والامتنان لجميع مشاهدي برنامج حيث الإنسان في موسمه الثاني، الذين تابعوا وحرصوا، والكثير كان يسجل ويدون معلومات القصص بالورقة والقلم يوميا. كنتم الأجمل وبكم كان البرنامج. أما بطلات وأبطال قصصنا فهم الأبطال بلا منازع، فخورون بكل واحد منهم، فقد أصبحوا جزءا لا يتجزأ من ذاكرتنا. وإلى من شاركوهم فرحتهم، مشرفي المشاريع في الميدان، الشكر الكبير.
تعبوا كثيرا كي تتحقق أحلام الناس، وكانوا وكنا بمستوى التحدي والنجاح. أما زملائي في قناة بلقيس، شكرا لكم جميعا. الطاقم الفني والتحريري والإداري جميعهم عملوا بحب استمدوه من قصص البرنامج، فلقد أصبح لكل واحد منهم قصته المفضلة وبطله المميز. في الأخير لا أنسى أن أشكر المتابعين والمتفاعلين معنا في البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة بلقيس وتحديدا في الفيسبوك. تحية كبيرة للجميع. وقبل أن أختم، أنا أود من الزميل المخرج أنه يظهر التتر إذا كان يقدر أنه يظهره الآن جنبي بشكل. برنامج حيث الإنسان ربما هو جهد 6 أشهر. ربما أنا محظوظ جدا 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 أن قدمت هذا البرنامج، وأن كل هذا الجهد العظيم والجبار وعمل زملائي من انتهاء الموسم الأول وحتى اللحظة أنا من في واجهته، أنا من أقدم هذا الجهد. شكرا جزيلا لكل من أتاح لي هذه الفرصة. الشكر لمجلس إدارة قناة بلقيس، للأستاذ أحمد الزرقة مدير القناة، للأستاذة هنا صالح مديرة بلقيس ميديا والمشرفة على المشروع، مسك الجنيد من مؤسسة توكل كرمان، لكل الزملاء الذين عملوا بحب في هذا البرنامج وأخلصوا وقدموا وتفانوا في كل تفاصيل. تتابعون الأسماء لن تظهر معي على الشاشة. في هذا البرنامج عمل أكثر من 120 شخص داخل اليمن وخارج اليمن، الجميع عمل بحب. التحية لمخرج البرنامج عيسى إسماعيل، لمنتج البرنامج أسامة، لزملائي الذين كتبوا القصص جميعا بدون استثناء، للزملاء في قسم السوشيال ميديا خالد شيخ وكل زملائه، والزملاء في قسم المونتاج، لجميع العاملين في قناة بلقيس شكرا جزيلا. أنا محظوظ بكم ومحظوظ جدا أن أتيحت لي هذه الفرصة أن ألتقي بالناس من خلال هذا البرنامج والجهد الجبار والعظيم. هذا جهد أكثر من 6 أشهر في تفاصيله بصعوباته في تحدياته. شكرا جزيلا لكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم، ونعدكم دائما في قناة بلقيس أن نكون حيث الإنسان وأن نكون الصوت المعبر عن اليمنيين بكل ما يتاح لنا من إمكانيات وقدرات وما نستطيع تجاوزه من تحديات وصعوبات تفرض عن غصبا عنا. شكرا جزيلا لكم، عيدكم مبارك، وحمى الله اليمن واليمنيين أينما كانوا.